C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudou Khadimir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la quatrième édition du prix Ali Bey Boudou Kha, nous avons besoin de votre soutien. راديو ام، اهلا بكم معنا في عدد جديد من برنامج مرانش ساكتين. سعيده دائما بلقائكم في رفقه يعني زميلي يزيد قيلو اللي راح يشاركني في التنشيط اليوم. مرحبا بك يزيد. مرحبا بك سونيا ومرحبا بالمتابعين. تفاجأ يعني المستهلك على مستوى العاصمة وما جاورها من مدن هذا الأسبوع مرة أخرى بعد أزمة الزيت بندرة حادة في مادة الحليب المعلب والمعروف بالسوق الوطنية بمختلف أنواعه، بعد ما ظل يعني طيلة السنوات الماضية البديل عن حليب الأكياس كلما يعني حلت أزمة تذبذب توزيعه. وتؤكد يعني أغلب تصريحات العارفين بالقطاع أن السبب له علاقة بقضية الغبرة المستوردة التي ستكون يعني تداعياتها سلبية على جيب له علاقة التي ستكون تداعياتها سلبية على جيب المستهلك، بحيث ينتظر أن ترتفع حتى أسعار مشتقات الحليب. هكذا سونيا، يعني لو كان لاحظوا باللي المونك تاع الحليب رانا نعيشوا نفس السيناريوهات اللي كنا نعيشوها من قبل، ويعني بدات من الزيت ومن بعد الخبز ودوكا ولات الحليب للمواطن البسيط، يعني ولا يجري ويتبع في شكاره تاع الحليب ويدير لاشين لساعات. وكاين ثاني اللي يشكيو من ندره هذه الماده باللي يروح يشري شكاره تاع حليب ومن بعد يفورسيو عليه شكاره واحده اخرى ويخلصها ب 6000. دونك في ما يدل على انه لو مونك تاع الحليب يتوشي الجيب تاع المواطن. نروحوا نشوفوا فيديو اللي قامت بها قناه الحياه مع سيد حميطوش مالك ملبنه الصمام خلال فعاليات معرض الانتاج الجزائري في قصر المعارض السنه الماضيه حول ما سيندرج من قرار منع استيراد بودره الحليب في سبتمبر 2021. نروحوا نشوفوا الفيديو. حنا ولا بودا نعلموهم كهوبا اللي راه بيسيروا في البلاد لازم يسمعونا باش نتعاونوا ما نطيحوش في الفخا كيما طيحنا مع الاول. حنا اليوم واش اقترحت الوزير الاول ومع الوزير التجاره، قلت لهم يا ودي حنايا عندنا مشكل، راكم حبستونا للديليغاسيون تاع لابورتاسيون تاع الحليب. حنا لو كان ما تسرعونا شهاد الايام رايح بلنا على شهر تسرى كارثه في السوق، لا بواطا حليب لا بواطا فرماج ولا بواطا ياغورت. لان علاش حنا يعطيونا لي ديليغاسيون، حنا نقضيو من العام لعام، دونك ما نقدروش نجيبو كلش على ضربه لان دراهم ومعاود تخزن ما كانش البلايص. دونك يعطيونا لاغريمون كل شهرين نقضيو، خطره هذه حبسونا بالموت سبتمبر. حنا لي ستوك اللي عندنا خلاصو قريب يخلصو، لو كان نخدمو كيما موالفين نخدمو الملاح فينا يشد لنا فضلاني. يعني حسب تصريحات السيد الحاج حميطوش مدير لملبنة الصمام، نفهموا باللي تكون الندرة هذه وكانت يعني مسبقة نظرا لتوقيف مختلف الشركات اللي ينتجوا في الحليب ومشتقاته من استيراد المادة الأولية لصناعة الحليب. يعني على حسب التذكير أن هذه المادة تم إيقاف استيرادها في جويلية 2021 ومن ثم إعادة السماح باستيرادها في ديسمبر، وثم يعود من جديد يقام توقيف هذا الاستيراد حتى جونفي لأسباب مجهولة. ونذكر يعني المستمعين تاعنا نقول لهم باللي حاولنا الاتصال بمكلف الاتصال لدى ملبنة الصمام وقالوا لنا أنهم لا يستطيعون الإدلاء بأي تصريحات فيما يخص هذا الموضوع. نروح نشوف أيضا فيديو لسيد فوزي بركاتي المدير العام لمؤسسة تشينلي كونديا اللي قدمها لقناة جو غاديو حول ندرة الحليب. نروح نشوف الفيديو ونعود نقول لكم. وديجا سادير ديجا العاصمه منا الغدوه ان شاء الله يولي كل حليب كونديا. يعني ثانيا الولايات واحد اخرين
غدوة غير غدوة بداو نفرقوا شوية شوية باش ما نديروش فرق بين ولاية وولاية، وعلاش بعت الوهران ما بعتش العنبة، ولا وعلاش بعت الفلان ماشي الفلان. يعني نسير وإن شاء الله المعملة تاع سطيف بدا البارح هو ينتج ماشي في ثلاثة العمال المصنع اللي كبير كاع هذاك تاع بجاي وتاع الجزائر، وهذا تاع الجزائر ولا كتب ربي نهار 20 في هذا الشهر يبدا ينتج. الاسعار يطلعوا شويه كما كانوا على حساب واش كنا نهضروا قبيله كاع الاسعار تاع لي ماتير بريمير اللي طلعوا باللي جي نطلعوا. صح نقصت بالبزاف وعلاه. كما شفنا يعني على حسب فوزي بركات فيه المدير العام لمؤسسة تشيني كونديا أن الإنتاج الحليب راح يكون ابتداء من اليوم وعلى يومين في الولايات الأخرى. وفيما يخص الأسعار راح يقول أنه راح يكون يعني ارتفاع صغير في أسعار بسبب ارتفاع سعر المادة الأولية. وأيضا للتذكير تم يعني توقيف استيراد بودرة الحليب في جويلية 2021، وأعادوا رفع هذا القرار في أواخر ديسمبر بشرط أن يتم استيرادها من بعض البلدان فقط. باش يكونوا عندنا عينك تفاصيل اكثر ومعلومات اكثر قمنا بالاتصال بالسيد تميم فادي تميم واللي هو المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية ارشاد المستهلك ومحيطه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك استاذ فادي. مرحبا استاذ. كما شفنا مؤخرا ان مادة الحليب يعني اختفت من الرفوف المحلات والمتاجر، وشنو هو السبب؟ يعني احنا عندنا تقريبا واحد 15 الى 21 يوم درنا منشور في الصفحه الرسميه تاعنا. في هذاك الوقت ما نقدروش نقولوا وش هي الماده اللي راح تختفي، بصح اشرنا انه يوجد خلل في منح تراخيص لماده معينه وراح تشهد اضطرابات خلال الايام القادمه. له ما ذكرناش نوع الماده به ما نديروش قضيه لهفه ونديروا مشكل في التوازن التجاري. لكن هذه الماده هي نفسها الحليب للاسف شديد كما ذكر الزميل معك. فرق انه موش تم منع الاستيراد، لم تقم وزاره التجاره بمنح تراخيص خاصه لاستيراد غبره الحليب من شهر جويلية، وتم الموافقة في 27 ديسمبر. الآن هذه المنشآت ولا المنتجين لمادة الحليب في العبوات الكرتونية اللي نشوفوها في الأسواق استعملوا المخزونات اللي كانت عندهم. الآن انتهت المخزونات تاعهم، والآن لما نعطيهم احنا ترخيص لاستيراد الغبرة موش غدوة ولا غير غدوة راح تبدأ الاستيراد وراح توصل للمادة الأولية. الكل يعلم أنه الاستيراد مادة أولا الشراء في الخارج، ثانيا النقل والشحن إلى الجزائر، وصول الشحنة إلى الجزائر ونقلها إلى المصنع معناها راهي مدة على الأقل 3 أشهر. هذا سؤال يبقى مطروح، لماذا تأخر الإدارة في منح هذه التراخيص، ولماذا يعني هذه التراخيص اللي وصلت اللي تم منحها متأخرا. أكيد أي واحد كان يعلم أنه راح تصير أزمة في هذه المادة. وعلى حسب نشوف يعني المعلومات اللي كاينين أنه يعني منع يعني ما عطاوش رخصة الاستيراد يعني بودرة الحليب لأنه يعني الفاتورة تاع استيراد غبرة الحليب يعني قامت بزاف يعني الدولة الجزائرية. كيفاش يعني نقدروا نخفضوا من الفاتورة هذه؟ يعني أولا يعني نعطيك معلومة انه هنا كاين علامه استفهام كبيره. ما هي؟ انه اغلب كاين علامات معينه من هذه العلامات كانت تشهر لمنتوجها على اساس انه حليب طبيعي. الان في هذه ازمه الندره وعدم وجود المنتوج اكتشفنا انه بعض العلامات كانت تستعمل مسحوق الحليب وتشهر له على اساس حليب بقر. وهذه قضية الآن المنظمة راهي بدأت في التحقيق فيها لتكوين ملف وإرسالوا الجهات الوصية. ثاني حاجة، منذ سنوات وحنا نعتمد على استيراد بودرة الحليب يعني، وكانت محاولات من عند الدولة أنه تدعم حليب الأبقار وإنتاج حليب الأبقار، لكن يعني للأسف الشديد يعني بالك كاين المستمع الكريم ما يعرفش أنه الدولة الجزائرية تدعم كليتر الحليب الواحد البقري ب 20 دينار بين الفلاح
والناقل والمنتج. يعني هذا سياسة الدعم وسياسة هذه السياسة تاع إنتاج الحليب البقري فشلت للأسف الشديد، وما زلنا بعد سنوات وسنوات رغم ما أمة تم إنفاقه من أجل إنتاج شعبة حليب تكون حيوية وتضخ في السوق الجزائرية، لكن للأسف الشديد راهي فشلت. والدليل أنه ما زلنا في أزمة غبرة الحليب وما زلنا نستورد غبرة الحليب، لكن نتوقفوا نقطة نتوقفوا عندها أنه صحيح أنه فاتورة الاستيراد كبيرة، صح أنه تمنع الاستيراد لفترة معينة حتى توصل أنه تصرى لك أزمة في السوق، وذكر زميلك وحتى أنت يا الأخت ذكرتي أنه الآن المستهلك الجزائري تعب من أزمة زيت، أزمة سكر، أزمة طحين، يعني أزمة من أزمة لأزمة، أزمة خبز. يعني الآن يعني أنا إحنا في المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطها راسلنا وزارة التجارة بناء على المنشور اللي قلت لك عليه قبل المدة، وراسلنا إنه لماذا التأخر في هذه المنح، وهذا التأخر راح ينعكس على السوق الجزائرية ومنه إلى المستهلك الجزائري. يعني هذا لما الإدارة تتعامل بهذه الطريقة وهي اللي تخلق الأزمة راهو كاين علامة استفهام. أكيد الأستاذ تبيب، يعني المواطن الجزائري تعب من لاشان، تعب من المشاكل هذه. يعني السؤال حبيت نسقسيك، هنالك معلومات تقول بأن الحليب المدعم يباع في السوق السوداء. الحليب المدعم منذ سنوات، وإحنا نقوله أنه يعني عنا سنتين والمنظمة نتاج الخبرة في الميدان، اكتشفنا أنه عملية الدعم اللي تقوم بها الدولة راهي خاطئة، ولازمنا إعادة آليات الدعم. لأنه للأسف الشديد نحكي لك على الحليب ونحكي لك على جميع المواد المدعمة، في كل مادة استهلاكية مدعمة يظهر لك مافيا، ونشأت في الجزائر مافيا تقوم بامتصاص أموال الدعم لحساباتها الخاصة بطريقة تحايلية. يعني ما يصل إلى المستهلك في النهاية القليل جدا من الأموال التي تنفق من الخزينة العمومية. احنا وش قلنا في المنظمة؟ قلنا يا جماعة إعادة آليات الدعم الحليب. أخي العزيز، عنا دي فيديو، عنا حتى قضايا كبرى وسلمناهم العدالة، أنه بعض المنتجين يستعملوا مادة الحليب المدعم اللي من المفروض توضع في أكياس وتباع للمواطن، تباع يقوموا بها يستغلوها لإنتاج مشتقات حليب أغلى ثمنا، وبطريقة يعني حتى كانت عنا ملف كامل أنه حتى الحليب في حد ذاته يتم بيعه مباشرة لجهات أخرى، وهذه تسوقه بطريقة أخرى. لأنه كيلوغرام الحليب المدعم الدولة تشريه 640 دينار تقريبا، يعني على حسابات تقريبا قديمة عندها واحد العام، وتبيعوا للمنتج ب 140 دينار. يعني في الكيلوغرام الواحد الدولة تدعم ب 500 دينار جزائري كيلوغرام الحليب الواحد اللي ينتج 9 أكياس حليب تاع 25 دينار. وفيما يخص ارتفاع الأسعار، يعني شفنا يعني لاحظنا أنه ارتفاع الأسعار أيضا راح يكون حتى على مشتقات الحليب، يعني لما يعود يعني كسبب أيضا، لأنه الآن رانا في فترة رفع أسعار. السوق العالمي تغيرت، أموال كما نقولوا إحنا أتعاب النقل ارتفعت، حتى كين وجهات ارتفعت أسعار النقل فيها إلى 4 مرات. أيضا يوجد بعض المنتجين اللي ركبوا الموجة ورفعوا الأسعار. الآن الإشكالية والكارثة الكبرى أنه أصبح بيع مشروط في الجزائر، يعني انتشرت ظاهرة البيع المشروط، انتشرت ظاهرة أنه أي واحد يحب يرفع السعر. نعطيك مثال، المقاهي اللي رفعت السعر تاعها المرة الأخيرة يعني قبل تقريب واحد مع بداية السنة تحججت أنه أسعار الأكواب الورقية ارتفعت. أسعار الأكواب الورقية لما تبعنا احنا لقينا أنه ارتفاع في السعر مجرد 30 سنتيم، يعني دينار ونص في الكوب. لما يرتفع لك السعر 30 دينار ونص، تروح أنت ترفع السعر ب10 دنانير. هذا شيء غريب. لذلك احنا كمنظمة عنا مدة احنا اقتنعنا الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى تسقيف هامش الربح. الآن يعني الوزير الأول مشكور قبل تقريب 15 يوم تكلم عن هذه النقطة، تسقيف هامش الربح. لكن تسقيف هامش الربح هذا ما يجيش وحده،
لازم اعتماد الفوترة، لازم نجبروا التجار نرجعوهم إلى الخط السوي ويبدأوا يتعاملوا بالفوترة وأمور أخرى. أيضا إذا احنا في 2022 وما زال ما عندناش رقمنا ونظام تتبع لمنتوجاتنا وما نعرفوش المنتوج تاعنا منين يخرج وين يوصل، رانا في كارثة كبرى. شكرا لك أستاذ فادي تميم لكل المعلومات اللي قدمته لنا وعلى الشرح يعني اللي قدمته لنا أيضا. العفو العفو، شكرا لكم. شكرا لك. شكرا أستاذ. على حسب يعني كل موضوع اللي راكم تشوفوا فيه، يعني تساؤلنا اليوم هو اللي راه موجه لكم هو اسكو تقدروا تتصوروا تعيشوا بلا الحليب ومشتقاته؟ واعطونا رايكم انتم ايضا على الرقم 0770776098 وشاركونا بارائكم. نروحوا لفاصل موسيقي ونعود نرجعوا لكم. ديما مع الموضوع تاع اليوم كاش شكاره حليب، اللي عنده شكاره حليب في الدار يقولنا نروحوا نجيبوها باش نفطروا بها العشيه. دونك نورمالمون عندنا مكالمه من رامي زموشي. الو الو، السلام عليكم. مشاوركم صافا لاباس؟ كاش حليب ولا ما كاش؟ الحمد لله. والله انا عندي مده ما نيش نستهلك بزاف الحليب، لكن كي شفت الازمه قلت بالك ساعه نحب ندير قهوه ندير شويه حليب باش ما تجيش نوار نوار. يما لك تشرب كي تلقى شكاره حليب قلنا نجيو نريكوبريوها باش نفطروا حنا بها. واش تقولنا في موضوع اليوم؟ حنا في الموضوع هذا نقول باللي انا جو سوي جون، الله يبارك الحمد لله على كل حال، ما مشيت غير عتيس. اي السؤال اذا اسكو نقدر نعيشوا بلا حليب ولا لا؟ لا انا بور مو توتالمون، لاني سيفري كنا صغار كنت نشرب الحليب نجمل نشبع على راحي، لكن منذ اني ما انتقلت ما وليتش نعيش في المنزل العائلي ما وليتش تبان لي سي تري انتريسون اني نشرب الحليب، وكنت نشرب القهوه تاعي وبارفوا باش ما تكونش سوداء توتالمون جو مي ان بو دو لي كونس ديسپونيبل باسكو با زعما جو بريبار فور. و كونسيرنون لي زوتر برودوي ليتي كيفاش راك دير معاهم تاع المستهلكين الكبار ليهم ولا لا؟ لا باغ اكزومبل فرماج يا اختي. الو وي الو، ماش تري غران فان دو فرماج بمختلف انواعه، جام لو فرماج déjà je j'aime bien manger le fromage quand il y a des pâtes par exemple surtout avec la sauce tomate etc. Je consomme du fromage, ça je vous l'accorde, contrairement à la collée les je cherche ça, parce que si je trouve pas le frigo je pense pas que j'ai été balé d'acheter du lait. Rami, ay wilaya nta ya? Alors moi je suis originaire de Constantine mais j'habite Alger. الله يبارك. وهل كانت يعني هناك ارتفاع اسعار يعني لمشتقات الحليب ولا لا في ال alors je ne sais pas, je vous mens pas si j'ai remarqué. زعما تقول تاكل الفرماج طيح الفرماج فوالا تدخل للسوق مشحال. شوف انا تنسى مو مام لي فرماج دو كينس اليوم صافي فاتح كل يوم فوالا لازم تروح بلا قلع على شي دار اكزاكتومون باسكو فوالا اي سورتو لو فرماج كو جام زعما اتيليزي بوغ ابي ولا حاجه جو بران سوفون بالمقدور على حساب الوقت تاع الشهر كما يقولوها فوالا انا با اون با با. دونك راه مي يقدر يعيش بلا الحليب بصح ما يقدرش يعيش بلا فرماج. ايه با طول طون بالك زعما خاصه زعما يا دي فرماج اللي شويه ملاح وكذا بكم دونك اون بو با اتيليزي تو لي جور و جو بونس اني سي با بيان بزاف بور لا سونتي دو كونسومي beaucoup de fromage parce que c'est dehniyat bzaf etc donc il faut faire attention. واش تقول رامي لهذوك الحوانت اللي كتروح عنده تشري شكاره حليب يوبليج عليك تشري شكاره تاع 6000؟ انا جو سي با داكور افيك هاد الشيء لانه الحوانت اللي كيستخدموا هاد الشيء سي با فريمون انا شخصيا سا بو نو با ميرونجي لكن في دون ابسولو c'est pas très éthique d'obliger l'insan à acheter حاجه اخرى ou هذا الشيء مشكل غير في الحليب je pense qu'il y a d'autres dans d'autres secteurs ou là d'autres segments où on t'oblige à acheter حاجه اخرى qui chez l'autre direct et ça je suis opposé parce que من حق الانسان الزبون انه يشري واش راه يحب ام تي على بالنا باللي كاين بعض المواد اللي ما يتباعوش aussi facilement que d'autres et donc parfois le tajir il est obligé انه يجبر الناس باش يشريوها donc surtout المنتجات اللي يخلص عندهم justement la date de péremption de l'homme donc تكون قريبه et donc eux ils essayent de faire leur mieux pour vendre. رامي باش عوضت القهوه تاعك باسكو ما تشربش الحليب انت باش عوضتها؟ بطايوت كل صباح. alors كنت نقول لك كابوتشينو مي تكون في الحليب باش كنت نقول لكم كابوتشينو اي بصح بلا حليب ما كتريش اي مي بون انا جو سوي زانفان دو تي على كل حال مي في الصباح سي با فريمون اون ابيتود كو جي بو انستوري مي لو سوار ولا لابخي ميدي لو تي سي حاجه كي بو ا مون افي
remplacer le café. Mmh. Même si je sais que les gens qui aiment le café et qui sont addicts, pour eux c'est difficile. Ana alhamdoulillah, je ne suis pas addict au café. Mais même il a zad le café, tu m'as تعنيك شانك انت. Ça va, mais j'aime bien, là, parfois j'aime bien essayer, surtout que nous avons des nains, ceux-là dans des cafés mlech, là, ou une parfois aussi du bon café, là, je vous l'accorde. Donc, tu as même tu peux vivre sans café, ou tu peux vivre sans halib. Ou tu as une autre, tu peux vivre sans café, tu peux vivre sans café. انا نشوف كو الانسان يحاول ما يكونش ديبوندون بزاف امورات خاصه في الماكله الا اذا كان مريض ولا يكون نيسيسار يحتاج لو كان يلحولك الفرماج والياوت كيفاش دير اسمع هذه شو ديجا هذا يبان صراع تاع البرجوازيه ثاني يحولك الفرماج كنت سمعها دولار سولو يقول لك كيفاش مي جو بونس كو كيما قلت كلام جو نو كونسون با بوكو جينيرالمون موديرامون ولا Mais oui, je serais ça pourrait poser problème, لكن ما نظنش بلي زعما يكون مشكل كبير كيما ربما الناس اللي متعودين انهم يشربوا الحليب كل يوم واللي ربما قادر تكون لهم بروبليم كيما يشربوا الحليب. وايضا بالك باسكو جو راك وحدك وكان جات عندك يعني كعائله دراري وصا ميم لا انت ما تشريش ليك شي حاجه. عندي صديق اللي جوستمون عنده النوريسون اللي قال لي عندها مده باللي يسبوري يكون مشكل في الحليب الى فيت فور ميو حتى هو باش يلقى بوغ اسيغي بوغ سون انفون لانه سي حاجه بوكو بلو سيريوز. ربما انا je peux m'en passer mais certainement les gens qui ont des familles doivent essayer de trouver des solutions باش ما يكونوش dans des situations difficiles. يعطيك الصحه رامي زموشي على الاتصال ديالك وعلى مشاركتك. Merci à vous. Merci bonne fin de journée. À vous aussi. ما دوك راح دير فيها كاس اتاي ياك. انا راك راح دير فيها كاس اتاي. وي اليوم راح دير فيها كاس اتاي. بصحتك رامي. يعطيك الصحه. دونك سونيا لو كان نشوف الوضعيه اللي رانا نعيشوا فيها دوكا نقارنوها بنفس لي سيناريو اللي فاتوا دونك سيناريو سنة 2020 سيناريو 2019 سيناريو 2021 يعني نلقاو باللي حنا نعيشوا لو ميم سيناريو دوكا اللي راه يتكمل ويمشي لقدام لانه في 15 ابريل 2020 حسب يعني ما جاء في وكالة الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء الجزائرية تقول بأنها مخزون بودر الحليب كافي لتلبية الطلب الوطني إلى غاية يناير 2021 دونك رانا دوكا في يناير 2022 دونك لو ميم سيناريو اللي راه يتعاود. نوليو ثاني نشوفوا القانون المالية لسنة 2021 أين يعني الحكومة قررت الدعم الحليب ب 31.47 مليار دينار والآن نفس السيناريو ثاني يتكرر في سنة 2021 الحكومة تقوم بدعم الحليب ب 62 مليار دينار جزائري يعني نفس السيناريو اللي رانا نعيشوه ويتكمل الوحيد اللي يعاني هو المواطن الجزائري. دائما في انتظار يعني كآراءكم ومكالماتكم باش شاركونا برأيكم فيما يخص ندرة الحليب باسكو تقدروا تعيشوا به ويعني ومام الى يعني قدرتوا تعيشوا بلا به يعني باش عوضتوه. نروحوا لفاصل موسيقي ونعود نرجع لكم. لهذا وين نلتحق بنا راكم في برنامج مراناش ساكتين ونتحدث دائما على موضوع الندرة واليوم نهضروا على موضوع ندرة الحليب اللي كانت مقبل تقيس غير الحليب اللي في الأكياس واليوم ولات يعني قاست حتى الحليب تاع UHT اللي في البيض وإننا ما كان منيح اللي بتاع شكاران منيح اللي بتاع البيض وارتفاع الأسعار لبعض المشتقات الحليب أيضا. باش نكونوا عندنا يعني معلومات أكثر قال لك عندنا حبيت نعطيكم بعض الإحصاء عندنا 210 ملبنة لتحويل الحليب و11 ملبنة مختصة في الحليب المدعم من طرف الدولة و105 ملبنة للحليب المدعم وحليب الإنتاج الوطني و72 ملبنة تحويل حليب الإنتاج الوطني و22 ملبنة تحويل مشتقات الحليب. هذا حسب ما صرح به السيد عز الدين ثمني رئيس مجلس الوطني المشترك لشعبة الحليب في نوفمبر 2020 لجريدة الحوار. نروح ونستقبل مكالمة. ألو 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 فريق تقني ما راناش نسمعوا في المكالمة. ألو
عندنا مشكل مع الاتصال، دونك نعاودوا يعني نتصلوا به. كما قلت يعني كي نشوفوا يعني اعداد تاع يعني تاع البنات اللي كاينين والاخر، ونشوفوا يعني الندره تاع الحليب، يعني راهي مشكل اكيد صون، يعني مشكل يعاني به يعاني فيه المواطن الجزائري. نكمل فقط على الاحصائيات اللي راكي قدمتي فيها، يقال انه على حساب المقاييس العالميه للاستهلاك، يعني المواطن في حياته قادر يشرب 90 لتر تاع حليب في السنه، مي بصح المواطن الجزائري كان يستهلك حتى 145 لتر في العام. وفي جوان 2021 شهر رمضان اللي فات، كان المواطن الجزائري استهلك حتى 151 مليون لتر من الحليب. دونك رانا شهرين على رمضان، ما على بالناش شحال رايح يستهلك المواطن الجزائري اذا كان الحليب قبل، باش نهضروا على الاستهلاك فوالا. دونك من بعد ثاني نزيدوا على الاحتياجات اللي تلبي السوق الوطنيه، يعني عندنا 5 ملاير لتر من الحليب اللي لازم تكون في السوق، وعندنا 200 طن من البودره. هذه يعني فيها 3.5 مليار لتر يعني إنتاج وطني، 36 ألف مربي، وكاين 171 ملبنة. الحكومة يعني في طريقها اللي راه تدرسوا باش تعالج هذه القضية، تقول لك باللي رايحين قوموا بفتح 11 مجمع دعم وتصوير شعبة الحليب. يعني يبقى سؤال انه رغم كل هذه الاعداد والتصريحات يكون هنالك دائما خلل. نمر مرانا مع اتصال مع الاستاذ زيدي. ياك الو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ زيدي. اهلا اختي، وشركم لاباس؟ الحمد لله. استاذ زيدي عبد الحميد، رئيس جمعيه حمايه المستهلك لبرج بوريريج، ياك لما رانيش غلطان. الله يبارك استاذ. على حساب يعني مدينا عنك الاحصائيات وعلى حساب الاعداد تاع الملبنات اللي كاينين، ومازلنا دائما في نفس المشكل، يعني كنا نروحوا من ندره الى ندره، هذه الخطره ولات في ندره الحليب. اعطينا انت تفسيرك يعني من وجهه نظرك. يعني بعد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اول نشكركم على هذه يعني الاستضافه عن طريق الهاتف، ونشكر كل اللي راه متواجدين معك في البلاطو. والله شوف، بالنسبة لندرة الحليب، يعني رانا عايشين ندرة على ندرة على ندرة، يعني كل الشعب الجزائري دائما ينوض الصباح يفكر يا الحليب يا الزيت يا الأمور، يعني دائما اليوم الصبح الشعب الجزائري في حيرة من أمره، يعني يفكر كي يربط يفكر غدا منين راح يجيب شكار في حليب. نعطيك على سبيل المثال، انت هنا احنا في ولايه برج بارليج يوجدون حوالي 6 ملبنات، يعني دي زوزين اللي راهم يفرقوا في الحليب، عندهم تقريبا 23 ألف لتر اللي راهي تنتج فيها الوزنوات، وهذا يعني رقم غير كافي، لانه ولايه البرج محتاجه لاكثر من 550 ألف لتر. يعني احنا رانا مدعمين من طرف شركه ملبنه الحضنه وملبنه التل وملبنه برج بارديج. يعني دائما كاين بعض الناس يقولوا احتكار تاع المستهلكين وتاع المواطنين، يشري بالربع يشري بالخمسه ويخبي. هي معليش اليوم تسربي 160 الف لتر، ونزيد غدوه المواطن هذا يشري ويخبي يشري ويخبي، يجي نهار يحبس من الخبيه. لكن الواقع غير ذلك. الواقع باسكو اولا كاين نقص في البودره على المستوى الوطني عن طريق لونيل اللي نقص، يعني بالناس كيف راهي نقص كيف راهي يوزع للملبنات. كذلك يعني الحليب اللي راه اليوم يخرج من اللوزين يروح للغروسيست يروح للديتايون، لهنا كاينه ديفويت من بلاصه لبلاصه ديفويت. نعطيك على سبيل المثال، تروح المول المحل يقول لك، مول المحل يقول لك انا 2500 مانيش خارج فيه، عندي ربح تاع 30 دولار تاع 100 فرنك، يقول لك انا مانيش خارج فيه. هو ماذا به يبيع ويجي اصحاب القهوه ويجي اصحاب الوزنوات اللي يخدموا الكاطو، والله يجيو الملبنات البريفي للاسف راحين نهضروا على كذلك كوارث هذه راهي كبيره، انه يبيع كذلك المقاهي يبيع بالسعر اللي يحبه هو، اللي باه يدي 100 فرنك يولي يدي 1000 فرنك. المواطن يتلحق الحانوت هذا اكزومبل يسربيو له 200 شكاره حليب، 50 يبيعها للمواطن و50 يوجهها للمضاربه، يمدها يدي فيها الفائده تاعو، يقول لك انا من على جال 40 دورو انا ما نبيعش للمستهلك نبيع للتاجر. وكذلك يعني
اليوم تكلمنا مباشرة على رفع الدعم، هذه هي الوخزة الكبيرة. يعني في القانون المالية تكلموا على رفع الدعم، من بعد هذا رفع الدعم هذا كان الناس البارونات اللي بغاو يستغلوه قبل بغاو يحضروا مباشرة نفسية تاع الشعب الجزائري أنه سيرفع الدعم، أحبس نقسلوا الحليب، أحبس نقسلوا الزيت، أحبس نقسلوا هكذا، ويوجدوه يعني غدوة الولي المواطنين وضي يقول لك نلقى ب 25 بيا ب 3000، المهم أنا نشري ما نبقاش ندير في راشان. كذلك تحويل المادة تاع الغبرة إلى غير يعني مادة الحليب، راهم يخدموا بها الياورت، يخدموا بها البن، يخدموا بها عدة أشياء. هذا هو اللي خلى الندرة. كذلك أنا كنا نعطيك يعني ظاهرة هنا في ولاية البرج عندها بزاف، لكن هذيك أعطتنا يعني أعطت التحاليل أين يذهب بمادة الحليب. يعني تشوفي كان الراماسور اللي راهم يهزوا على مستوى يروحوا لفارم يهزوا الحليب ويبيعوه للملابن، يعني دون الملابن. إبا كنا نلقاو بال 500 بال 1000 ساشي تطيش برا. بعد يعني ما شفنا وتحققنا بنفوسنا كجمعية لقينا باللي كان بعض هذا الموزعين تاع الحليب انه يجيبوا هذه الماده تاع 25% يتفاهموا مع الـ مع الجروسيس هذا اللي راه يجيب ولا ديطا ولا في المحلات، ولا يبيع لهم واش كاين ويروح يخلطوه في ماده، يخلطوه مع البقري ويعاود يقلبوه اللوزين على اساس انه بقري ويتحسب 4500 مدعم من طرف الدوله. يعني كغش كبير، يعني غش كبير، غش كبير. يعني نقول لك راه يروح للمقاهي، راه يروح في الصيف يروح للكريمري، راه يروح للوزنوات تاع اللي راهم يخدموا لي قاطو، يخدموا امورات. يعني هذه تاع المدعم تاع المواطن موش يروح ليه. يعني قلت لك انايا راه ما يجي يلحق للمواطن يعني يتفرق على قدان حاجه. يعني ندره الحليب يعني للاسف انه في سنه 2022 زلنا نتكلموا على ماده الحليب. والله غير عيب اننا اليوم اننا نتكلم على ماده الحليب في الجزائر كحزم الجزائر، يعني كدوله كحزم الجزائر. يعني اليوم نهضروا على التقليص تاع الاستيراد، نهضروا التقليص تاع المواد اللي متوجده هنا على حساب المستهلك. يعني كل شيء اغلى والمستهلك هو اللي راه يسلك، مو يسلك اصحاب الوزين، مو يسلك التاجر، ما مباشره تروح للمستهلك. هذا هو اليوم احنا نتكلموا به انه كذلك. يعني شفنا هذه الايامات ندرت بعض المواد رغم انه راهم يتكلموا ما عندهمش خرى ورخص الاستيراد والدنيا وكذا، لكن بدينا نشوفوا بالنسبه للياورت، بالنسبه لبعض الحليب اللي كان يتباع في البواط باسمه كان ب 9000، كان ب 8000، كان ما لحقش 10. ارتفاع كبير في الاسعار، 14000 ولات هناك ارتفاع كبير في الاسعار. يعني هم رفعوا، هم يوجدوا، هم يهيئوا للشعب هذا باللي في ارتفاع الاسعار. في بعض المحلات يعني كاين ارتفاع اسعار، يعني كان شخصيا كي رحت شريت يعني صبت ارتفاع الاسعار، يعني اختلاف كبير في الاسعار مشتقات الحليب. يو نقول لك درك بكري كان يزيدوا بال 500، يزيدوا درك مباشره زياده. يعني الغريب انك اليوم تشري بزيت بسومه غدوه راح تلقى سومه اخرى. احنا باغيين نفهموا وش هي المبرر هذا، على اي اساس هذا اللي راهم يديروا. اليوم ان اكزومبل الحليب العلب ما نسميوش الماركه كانت ب 9500، اليوم اصبح 13000 14000. يعني اكيد استاذ زيدي. وكاين هنالك ايضا اللي الحوانت اللي تروح تشري عنده شكاره تاع الحليب اللي كانت تخدم 2500 يقول لك باللي تدي خمسه والسادسه تديها تاع شكاره تاع 6000 ولا 7000. يحتم عليك. شوف ما يعطيكش سته، ما يعطيكش سته، يعطيك زوج هنا في البرج، يعطيك يحدد لك زوج تاع 25100 ب 5000 ويزيد لك وحده تاع 6000 فرنك تاع 7000. المواطن المسكين هذا، المواطن اللي ما عندوش، المواطن اللي يحليله. احنا دائما نتكلموا عن المواطن البسيط لانه الدعم هذا راه موجه للمواطن البسيط، لكن للاسف ماهوش يلحق للمواطن البسيط. هذا هو اليوم الكارثه اللي رانا فيها. تروح انت عندك 5000 فرنك، انت ما عندكش الله غالب، كاين الناس ما عندهم، يعني يقول له جيب لي شكاير حليب، ما يقدرش يجيب زوج شكاير حليب، يقول له يا تدي ربع ياورت يا تدي زوج كذا تسقم لك 15000 ولا 16000. مين راح يجيب لك المواطن هذا؟ مين راح يجيب لك؟ او عيب، عيب كبير اننا نتكلموا على شكاره الحليب، والله غير عيب. نهار كان الزيت كان يطيش، ثم من بعد انقطع، الحليب كان ماشي كاين، من بعد بدا ينقطع، وش هو اليوم الاسباب احنا؟ وخاصة يعني تصيبوا هاد يعني العفايس هادو ما توجور يصراو يعني اشهر قبل رمضان، يعني كاسكو عنده علاقة أيضا مع هاد قبل رمضان. رانا قداه احنا عايشين الأزمة هذه، أو الأزمة اللي راح نعيشوها أكثر فأكثر في رمضان. لا بوكا نخمو، يعني دائما الشعب الجزائري قاعد يخمم برك. الشعب الجزائري اصبح اليوم مسير، دائما يتكلم اسكو نلقى الزيت في رمضان، اسكو نلقى الخبز في رمضان، اسكو نلقى الحليب في رمضان، اسكو نلقى اسكو نلقى. ولينا هذه نوضنا الصباح نخدموا لقينا في مخابز تكون مسكره، قال لك لازم نزيدوا في السعر،
المواطن يدير لك كاغري بلا ما يعلمك، ومن بعد تي تصبحي تجي على الخبز ما تلقاياش، ومن بعد يقول لك هاو تدي ب 1500 تاع الفرق مازال ما خرجش. يعني دائما اليوم لوطاج هو المواطن البسيط، هذا المستهلك البسيط هو اللي راه يعاني اليوم. الطبقه المتوسطه منا على منا ما نقولوش عام مو عام تروح هذه الطبقه المتوسطه، لكن منا في الشيء هذا لابد انه لابد اننا نخمم للمواطن، لابد نخمم للطبقه هذه المتوسطه اللي اصبحت اليوم ماهيش طبقه متوسطه. اليوم مع ارتفاع الاسعار مع امور، يعني وين تروحي اليوم؟ وين تدخلي ارتفاع اسعار؟ وين تروحي؟ وين تروحي؟ استاذ زيدي هل نستطيع أنه يعني حسب المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تقول بأنه الحليب المدعم يباع في سوق سوداء، هل هذه يعني سبب الأزمة؟ سبب الأزمة هي سبب هني قلت لك التحويل تاع مادة الفود اللي موجهة للدعم المواطن، يعني كما اليوم راهم يديروا في الديتورنومون نتاع الفرينة المدعمة، كذلك اليوم راهم يديروا في الديتورنومون نتاع الحليب المدعم. الحليب المدعم راه يروحوا يخدموا به الياغورت، يخدموا به الألبان، يخدموا به أمورات اللي اليوم ماهيش تصلح للمواطن. خلينا هو يتباع في سوق السوداء، في سوق السوداء أنا لا حدث ولا حرج، حدث أني قلت لك أنا لوزين يصير بي أن إكزامبل يقول نعطيك أنت ان ديبوزيتير نعطيك 6000 شكاره، 6000 شكاره 2000 شكاره خطيات وتخرج برا، تروح غوش دروات، تروح مالي القهوي، تروح مالي الوزنوات، تروح للناس اللي يقول لك انا ندي الفائده تاعي. هو دوك راه يخمم ما يديش باسكو انا يقول لك ندي 40 درو ولا 30 درو في الـ في الـ في الـ في السعر تاع الشكاره، باسكو مش عاطي لهم الربح يعني بالكفايه، يقول لك انا الربح غير شويه ولا في بداه المره كانوا يحوسوا يديروا اضرابات على الشيء هذا. لكن هذا ما خلى وما سجع انه الناس هذو يروحوا يبزنزوا به. هاني قلت لك كاين والله صدقني غير راه يتوجه للمقاهي توجه امورات كاين اخرين راهم يعاودوا يخلطوه مع الحليب تاع البقره ويعاود يولي للبن ويعاود يولي للوزين بالسعر المدعم، يعني يشري ب 25 100 يعاود يدوروا مع الوزين يبيعوا اللوزين باسكو يخلطوا مع تاع البن، ومن المستحيل مع الحليب البقره ومن المستحيل السبع باه يقدر يجبد اسكو هذا حليب بقره ولا موش. بعد ما يخلطوا يدخل يخلط له 1000 شكاره، احسب انت يشريها على سوم 3000 ويدخلها مباشره للدعم الوزني مع على بالش قدر ما يحسبوا 5000 ولا 6000 تاع الدعم، شوف الاموال الطائله اللي يطيح عليها. استاذ زيدي يعني الحليب ماده فيها تلاعب كبير 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 جدا، وخاصه عندما نتكلم انه الدوله بدات تقول باللي نحي مع الفترات باللي نحي الدعم للشيء هذا، الناس بعض التجار استغلوا الشيء هذا وبعض البارونات استغلوا الشيء هذا انه يفكروا انه السعر هز يعني ارتفع برك، لانه السعر وللاسف في الجزائر ما عندناش السعر في المثقف، عندنا السعر المحدد هو ان اكزامبل الحليب والخبز، اما الاسعار الاخرى فهي حره. فغلط احنا منذ دخولنا من التسعينات واحنا في اقتصاد سوق واحنا في اقتصاد بازار، ما خرجناش من الاقتصاد البازار، ما خرجناش منه، دائما المستهلك اليوم من التسعينات هو داير في لاشين الى يومنا هذا، ما كانش نهار ما دارش لاشين. استاذ زيدي عندي سؤال ايضا نتاع الحساب، واش راك تقول انه يعني حتى التجار يعني عندهم دورهم ثاني يعني في خلق الازمه هذه، وكنحكوا على اليات المراقبه يعني للممارسه التجاريه، واش كيفاش لازم يعني رايك في هذه الاليات؟ يعني هنا سافيجا اللي ما كاش رقابه على التجار، يعني راهم يمارسوا كما يحبوا. درك الرقابه نورمالمون تخرج من المصنع وداروها ولم تنجح، يعني نورمالمون الرقابه من المصنع للغروسيس من الغروسيس للديتايون، لابد ان يتبعوا الحلقه هذه. بصح صعيبه كل يوم انت تخلي يعني هذا الوزيني مدل واسمه، باسكو اليوم المواطن شاه يقول لك التاجر تروح يديه يقول لك انا راني نبيع بزوج بشكاره، راني نبيع بالياورت باسكو انا في المزيني حتموا لي. انا ثاني يقول لي ما نمدلكش الوزين الحليب تاع 25% الا وتدي معاه الياورت، الا وتدي معاه الفرماج، الا وتدي، وهذاك يقول لك ما هي سلسله يعني ثاني نحتم للمستهلك. ما هي سلسله متواصله يعني سلسلة متواصلة، يعني الناس كلها تخبط في المشاكل هذه، واليوم بعون الناس والناس كل على بالها والناس كل على بالنا، راه يخرج المسؤول وغير المسؤول والبوليسي والجدرمي والمواطن وانتي وانا، نخرجوا دائما نجري ونحوسوا على الحليب هذا.
دائما رانا ورا الحليب هذا. نوض الصباح دائما تفكري باش نديروا لاشين، تفكري وين نروح، تفكري وين. هاو اليوم صباح اليوم الشعب الجزائري تائه في امره، دائما اليوم مع حوس على الحليب حوس. بالنسبه لاليه الرقابه، اليه الرقابه ما نقولوش ما كانش، ما نقولوش من عام، بصح ناقصه يعني. ناقصه. احنا نشوفوا شكون يعس، نعسوا احنا كمجتمع مدني كجمعيه، احنا ما عندناش حق الرقابه، احنا عندنا حق التوعيه، عندنا حق التحسيس، عندنا حق التبليغ. احنا مواطنين راه مديونا بالالاف لان يشكيوا على ماده الحليب وعلى ماده الزيت وعلى ماده الخبز وعلى ماده دائما مساكن دائما الشعب الجزائري يعاني، راه يعاني اليوم. لابد انه الشعب هذا يا اخي العزيز، انا راني من الصباح، انا من حقي كجزائري نلقى الحليب، من حقي كجزائري اني نلقى 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 الزيت، هذا حق، هذا هذا واجب. المواد الاساسيه، المواد الاساسيه ما طلبناش حوايج اخرين. يعني شوفي دائما من ازمه الحليب نروحوا لازمه البطاطا، من ازمه البطاطا يروحوا لازمه الطماطم. دائما الشعب الجزائري عايش ازمات، عايش ازمات. منذ الصباح نخموا عليك، لحقت يعني البطاطا 15000، لحقت امور 15000، هذاك الفلاح يقول لك انا نبيع فيها ب 3000، ما على باش كيف راهي تلعب 15000 المواطن. انت تروح اليوم للوزين ومشينا مع تاع الرقابه الوزنيه وتقال لك انا نبيع للمواطن للتاجر هذا ومانيش نحتم له في الياورت، يجي ليك التاجر يقول لك انا هذا يعني تهم متبادله حول هذه المواد. عندما نتكلم على رئاسه الحكومه انها صرحت الاستيراد بات مد المستوردين تاع تاع ماده الحليب ويقول لك في الايام القليله ستفرج، انا من خلق احنا نشوفوا ستفرج ستفرج، انا مش انا ورا هذه ستفرج. احنا نتمنى انه الصباح الواحد يشكر شكاره الحليب، لكن كنا نخرجوا نلقاو عند الباب يحاولك باه تدي تدي بزوج بثلاثه بالربعه. شكرا لك استاذ زيدي عبد الحميد على كل هذه التوضيحات وهذه المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا، ونتمنى لك كثير من التوفيق في عملك يعني. شكرا شكرا استاذ، والسلام عليكم. وعليكم السلام. يعني كما راهو كما قالنا استاذ زيدي، يعني المشكل ايضا راه حتى في الممارسات تاع بعض التجار، يعني حبوا هما يعني يدوا حقهم في الربح. اكيد ايضا يعني كي هضر على الاستيراد الماده الاوليه، يعني الدول الجزائريه كانت من قبل تستورد من دول اوروبيه على غرار فرنسا امريكا ونوفازيلند، من بعد في 2019 ولا الاستيراد من الامارات. دونك هذا اللي يخلق المشكل، نعاودوا كما هضر السيد يخلق المشكل كيفاش يعني الوقت اللي تحكموا كما دير لا كوموند ومن بعد تجيبها، وخصوصا كي تكون البلدان بعيده. بهذا نروحوا الى فاصل موسيقي ونعاودوا نرجعوا لكم. دائما مع حصتكم، اسكو قادرين تتصوروا تعيشوا بلا حليب في حصتكم؟ ما راناش ساكتين يعني. دائما مع 1972 صفات وي ils sont en train de trinquer بالقرعه بطاطا حليب يشتي وقرعه تاع زيت. une image تاع جورنال الوطن تاع الكاريكاتوريست لويك كوم توجور. voilà une image qui en dit beaucoup كما يقولوا. دونك هكذا نوليو نفيتيو لاني جديده اللي تدخل علينا بالزيت والحليب. يعني كما قلنا دائما نهضروا على كميه الحليب اللي يستهلكها المواطن الجزائري. هاد لا كريز ما خلاتش برك الكبار في السن وتوشات ايضا لي بيبي، يعني كاين هنالك يعني هضره الدور في الشارع الجزائري على ندره الحليب البودره اللي يشربوا الرضيع. دونك بعض الاحصائيات اللي لقيناها باللي البيبي الصغير كيكون في الشهر الاول مزياده تاعو يستهلك بين 45 الى 90 مليلتر كل زوج ولا ثلاث سوايع. الشهر الثاني والثالث يستهلك من بين 120 الى 150 مليلتر كل ثلاثة الى اربع سوايع، وفي الشهر الرابع يستهلك 120 الى 180 مليلتر خلال 4 الى 5 ساعات. الشهر الخامس والسادس بين 180 الى 230 مليلتر كل 4 الى 5 ساعات. دونك هذه ان كونساي بور لي مامون، نقول لهم ردوا بالكم على اولادكم ولازم توفروا لهم هذه الكميه باش يكبروا في امان وفي صحه جيده. كاين بزاف التعليقات رايحين نقراوهم، راسلونا بزاف من الناس اللي علقوا على الموضوع تاع اليوم اسكو قادرين نعيشوا بلا حليب. منها محمد حمودي اللي قال سولمون اون نوفال ارم كي سوفرا لالجيري. من بعد في تعليق واحد اخر قال لك نوفال ارم. كاين ايضا تعليق لخويندو
كوري هذا قال لك أجدادنا أكل الحشيش أثناء الثورة ونحن يجب أن نضحي من أجل تحرير ولا بناء الدولة العدالة. وفي تعليق أيضا لصبي أمير قال لك المشكل هو الدينار المنخفض والأجور السخيفة. وكان أيضا تعليق آخر اللي ذكرنا وترحمه على حمزة ربي يرحمه نقول له بلي حمزة عنده بلاست وعنده مكانته في قلوبنا وربي يرحمه. بهذا نكون لحقنا إلى نهاية العدد لنهار اليوم لمتابعة بقية البرامج تاع راديو أم. ما عليكم غير تدخلوا إلى موقع radio-m.net أو على magabemergente.net أو على بالاشتراك على قناتنا على اليوتيوب. بهذا نقولكم قد وصلنا إلى نهاية العدد. شكرا لك يا زيد. شكرا سونيا. شكرا لكم اللي راكم تتابعونا. إن شاء الله ما تدخلوش في أزمة واحدة أخرى وإن شاء الله نخرجوا منها بالخف ويكون عندنا واش ناكلوا واش نشربوا باش نعيشوا في أمان. في أمان الله. صحة السلام. C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudou Khadimir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la quatrième édition du prix Ali Bey Boudou Khadimir, nous avons besoin de votre soutien.